سامحني لأني فكرتك شخص سيء، بس ما طلعت هيك بنوب. صحيح زنجورن قتل على إيدي، بس هالشي صار بمساعدتك إلي. حكيك كان صح، إنه الحياة بتغير لونها بكل دقيقة. وهلأ أنا بدي روح، مضطرة أني أتركك. يمكن ما بقى نلتقى. بس ما رح انصفط لك، ورح ضل مديونة لك كل عمري. وقد ما شكرتك بيضل قليل، لأنه اللي قدمته كان كتير كبير. بشكرك من قلبي، مع أنه الشكر قليل عليك. الله يحميك. في حد عم يقرب؟ صديق ولا عدو؟ لازم أعرف، ولازم ما أخاف، لأنه ما حدا رح يمنعني روح على غازني. شو بدكن؟ استني، نحن مو جايين حتى نقاتل، نحن بس بدنا شوية معلومات منك عن شخص يمكن تكوني شفتيه. أنا ما بعتقد إنه ممكن ساعدكم بهي القصة، لأني غريبة عن هي المنطقة. شوفي الصورة بالأول، بلكي بتعرفي. ما عندي وقت لشوف صور. مبين انك بتعرفي لرفيقنا، لانك صفنتي لما شفتي صورته. كان لقاء قصير كتير، ولهيك لما شفت صورته وقفت وتذكرته. طيب وين ممكن نلاقيه؟ بدكن تكملوا شي 700 متر من هون على الجهة اليمين، قبل الغابة بشوي في خيمة، اكيد رح تلاقوه هنيك. سلام وشكراً على مساعدتك لنا. بس انتبهوا، هذا رفيقكم عقله مخربط، ديروا بالكم، لأنه باينته من النوع المتقلب. نحن رفقات من زمان، وهلأ رايحين لحتى نأدبوا على سلوكه السيء. شو كان قصدهم؟ ما ارتحت لهالحكي. لحظة شوي!